من أين نبع بداخلك كل هذا الإيمان؟ لقد امتلأت به دون جهد منك. إن تأثيره نابع من كل ما حولك. إنه نتاج الشعور بما تحتوي هذه الأرض من معاني للطمأنينة. إنه العبور لأحلامك وطموحاتك، طريقك الواضح وأسلوب حياتك. نشأ الإيمان فيك بنشأتك هنا، تجده في نفسك، في النظرة، في الملامح، في الاجتماع، في التخطيط، في الإصرار، في الثقة، في التفكير، في المحاولة، في الرغبة للوصول، في الإنجاز. من الداخل يأتيك كل هذا دون أن يخبرك به أحد. تشعر فقط بالرغبة لإثبات أن الإيمان هو أخ للحقيقة، وأن ما تؤمن به ستراه غداً واقعاً. لقد كانت القصة نابعة من هنا، من أعماق النفس البشرية، فلم تكن مجرد مسابقة، لقد كانت فكرة منبعها الإيمان. لم يكن هناك متسابقون، لقد كانت طموحات منبعها الإيمان. لأن الفكرة كل الفكرة تدور من الداخل أولاً، ثم يصنع المستحيل. طيب ثون لطموح سيكون.